الماتشات النهارده وهنستعرض كل الماتشات مع بعض ان شاء الله. نشوف كده نتائج الماتشات. اهلي فاز على سيراميكا بنتيجه كبيره 4-0، سموحه وفاركو 0-0، البنك الاهلي تعادل مع ام بي 1-1، كان البنك الاهلي متقدم لغايه اخر 3 دقائق، ولكن مصطفى شلبي اللي دايما بيحرز اهداف في مرمى البنك الاهلي قدر يتعادل لام بي. طلائع الجيش قدر يخطف المركز الثاني المركز الرابع النهارده من فيوتشر بيفوز على الاسماعيلي 1-0 في اسماعيليه. ايسترن كومباني كمان بعد فوات الاوان فاز على الزمالك 2-1، والله بحيي كمان ايسترن كومباني، فريق مجتهد جدا وفريق مميز جدا. هارد لك طبعا للهبوط. غزل المحله والاتحاد السكندري 1-1، كان في خطوره على المحله، ولكن مبروك للمحله البقاء في الدوري بالتعادل اللي حصل مع الاتحاد السكندري، رغم ان المحله كان متقدم 1-0 لكن الاتحاد اتعادل وانتهت المباراه 1-1. المقاولين يعني بدراعه قدر يفوز على المصري 2-1 ويبقى في الدوري الممتاز، ونتائج رائعه للكابتن شوقي غريب في الفتره الاخيره. والجونه اللي حاول النهارده انه يستمر في الدوري الممتاز وفعلا قدر ان هو يكسب المباراه بيراميدز 3-1 النهارده، ولكن نتائج الفرق الاخرى ما ساعدتش الجونه، نتائج المحله ونتائج المقاولين اللي كانوا بينافسوا الجونه على البقاء في الدوري ما ساعدتش الجونه، وبالتالي الجونه عمل اللي عليه ولكن في النهايه هبط الى الدوري الممتاز. فاكرين في بدايه الدور الثاني كده بين الدورين لما قلت ان نقطه البقاء في الدوري هي النقطه رقم 36، وفعلا النقطه رقم 36 قعدت غزل المحله بس هبطت الجونه بسبب المواجهات المباشره لصالح غزل المحله. فدوري قوي جدا السنه دي، ان شاء الله السنه الجايه هيكون دوري اكثر قوه من السنه دي. في ثلاث فرق هبطت زي ما قلت لكم، المقصه وايسترن كومباني والجونه. في ثلاث فرق صعدوا في الموسم القادم، اسوان من مجموعه الصعيد، الداخليه من مجموعه القاهره، حرس الحدود من مجموعه اسكندريه وبحري. ثلاث فرق صعدوا الى الدوري الممتاز، اسوان، حرس الحدود، والداخليه. ان شاء الله الدوري السنه الجايه هيكون قوي جدا جدا، والانديه عماله تعمل صفقات ويعني حاجات كتير جدا هتكون، والجماهير هترجع بشكل اكبر من السنه دي، اعداد اكتر من السنه دي ان شاء الله. التحكيم ان شاء الله يكون افضل، الملاعب تكون افضل، نظام المسابقه ولوائح المسابقه يكون افضل ان شاء الله. محتاجين دوري اقوى كمان لمصر خلال السنه القادمه او الموسم القادم. هتقولوا لي الفتره الجايه ايه الجدول؟ احنا كده خلاص في راحه؟ هقول لكم لا، عندنا يوم 9 سبتمبر القادم مباراة الزمالك والهلال السعودي في كاس لوسيل اللي هو بطولة السوبر المصري السعودي، مباراة تقام يوم 9 سبتمبر في قطر.